هو ريو بلدك كمان يجي لب طب طب ميوزك السلام عليكم. صحة فطوركم والصحة شربتكم. لانفيتي تاع اليوم جانا من الشرق الجزائري، معروف بالأغنية تاعو الصيفية، وكان تعامل مع عدة فنانين عالميين منهم ميستيريو ياسين تيجر. عيطنا له بوغ ان تورناج تاع البارح واليوم، بصح هو ما على بالش واش يستنى فيه. ياسين احتو خلاص عليك ليون ماشي تيجر، تبعونا. عسلامة الموند، صحة رمضانكم وصحة شربتكم. انتوما تزيريين وخوتنا التونسيين، جبنا لكم اليوم انفيتي محليه على الاخر. اليوم معنا المغني الصيفي ياسين التيجر، يلا نشوفوه. يلا السون، يلا ما عادش فما وقت. ريح. لا مش بشرتي يمشي عند الميك اب، ما عادش باش تدخل روحك. تفضل. السون عملت التيست؟ باهي تفضل معي. اوكي ياس عندك 5 مينوت با بليس، اوكي؟ 5 مينوت با بليس، ما عادش عندي وقت وما عادش بس تجيب معاك ولدك. مش لاكريش هوني. شو يقول هذا؟ ما الناس كلها؟ ماذا أقول؟ دين قلت أبي أبعد رايحان. بس كان وليدي له شوك. مدام، مازال برشا وقته؟ يلا يلا رابيد يلا. كل دقيقة باش ترجع وتقول وازرب ويلا ما عادش فما وقت. خلاص خلاص حين نبداو حين نبداو. لا بأس. أوه. كان باش تعمل معاه ميكانيك رابيد معايش خير. رابيد. شنو ولا كاز شنو فهم؟ اش فهم؟ دينا. هيا روح. الكارت بيماش. ما اذا كنت تبنو دينا لا. مش حاجتك. مش حاجتك وقت السيلفي توا. وقت السيلفي توا. مش حاجتك وقت السيلفي توا. وقت السيلفي توا. استغفر الله العظيم، وقت سيلفي تو، باش تعمل لي سيلفي تو. أتقلق شوية خويا. عايش خويا. ما عادش باش تدخل روحك في أمور تكنيك عايشك. وبعد خويا دا. ما يسالش، هذيك أمور. لحظة فيها، نورمال بيناتكم مشيتوا فيها. باش تعملوا لي سيلفي هوني في البلاطو لا. في تونس والله ما هكا ما فهمتش، أنا كنت تقول غير أنت خرج بنادم تونسي في تونس. عطى تليفون ديري 10 سيلفي. عطى تليفون. هي ياسين تا هي اللي مولف بالحفلات اليوم، الحفله ديالنا والتليفون هذاك غير البندير بدا يحمى. هذا الخويا خليت له واحد مكرز وقيل اخويا في لا كريز وقيل مصبوع قبل الناس صافي والله غب بزاف عاد فما سيكونس كاع على جوزيف كسر لي تليفون اخويا عيب تحقروا لي والله هذيك اموري اخويا الغالي يا امور اخويا انا رجال اخويا انا ثاني رجال اخويا تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يسلمك يعيشك يرحم باباك لا 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 واش راك تهدر باين بلي تبارك الله عليا اني توسوس لك ديجا واحد ما نعرف تونس يا ابني اول مره يعني في الخدمه امي ما نعرفهاش في الخدمه امي ما نعرفهاش هذيك حاجتك بيك في روحك مشيت ور الناس برا طب دابا ندير سيرفي كاسلا تيليفون ولا مرا كبيره
احكي لي واش كان. والله بزاف صح المصبوع عيط الناس والله العيب. كسرنا التليفون باذن الله ثاني تخلصوا التليفون والكونترا. ما كاش كونترا اخويا. تفضل معايا تفضل دقيقه نهضر. تقطع لي الخبزه عادل الخبزه دوك الفهم باش طردني طردك سيبو اخويا. يا سي اسمح لي بركه دوك نجي نفريها بركه ربي يحفظك. كمان تورنيو شي عبد الشيخ خدموه والله ما هذا من يسلطوا عليكم ربي الهبل. الله يبارك انا سلطني عليك ربي انت يا ما هما راهم قاعدين كومبليس يا وليدي. خير غادي باش تقطع عليا الخبزه تحكي مع عادل ولا اللي بوجه ربي باش يقطع عليا الكونترا. ودي نقطع عليك الخبزه تاع ذوك راه تنرفيني وقيل هذاك يحكي معاه بوجه ربي باش يقطع لي الخبزه بالليل. يا تيلي قطعت من عمرك اخويا. يحكي معاه بوجه ربي. ليكيب كيفاش فريتوها؟ فريناها يا اخو هذا والطفله غلطان. انا اللي غلطت. اهلس خليتها انت يا اخو. انا لا يا اخو قلت له عيط لي عاد تجي ضيف اخو انا غلطت. يا اخو غلط. دفنا مشكل يا سي يا اخو قلت لي انت الماكياج دوك نعيط لك ماكياج. ماشي هكذا والله يما ربي يحفظك خير. كاش ما صرا لك مقبله مع الرياليزاتور التونسي هذا؟ ما صرا لي والو. ماشي قاعدة تشكي لي وعيط على ابنك وقال لك لا تجيبي ابنك وما تجيش تجيبيه. هذا لو يدي في المشاكل. ياسر دقيقة بركة. تشرشي لي وقيل اخويا. يا اخي انا هضر مع البروفيسور خذ روحك باش نشرشي لك. خاش حنا كاع رانا خدامين. وقيل لك تشرشي لي اخويا. انا المرة قالت لك ما كاينش منها. تكذب تكذب. اي تكذب. لا لا راه لا لا قولها لي بلي تكذب. حبسوا حبسوا ديجا كل شيء او حاب نقولوا له الصح واقيل. اي شاي كل واحد يروح لدارهم ما قولوا له بلي كاميرا كاشي باينه بلي لازم نكذبوا. يا خويا يا خويا انت احكي لي لا فيرسون واش صار هذوك هاتي. كنا حين نبداو الفورمون هو قال لي معليش نديروا سيلفي. انا ندير معاك تي سيلفي. انت اللي قلت لي انت مريضه واقي ندير معاك تي سيلفي. انا عكسه درت سيلفي جهوه الله على التليفون. انا نقول لك تي دير معايا سيلفي. سيلفي مرتي ما درتش معايا سيلفي. عملت لك الوجبه تجيب لي شونتور يعمل لي عرك انا في البلاطو. تي شونتور ماكش كوميديان عملت له الوجبه اللي ومن بعد واش ني شونتور. ايه ما تحكمش معايا سيكونس باش تخدم معايا رياليزاتور. ما تمشي معاك تكون معايا في صاحبي من جهه جنا ما نعرفش. اي شونتور تبقى شونتور وكا عليه شونتور شوف فيه نبيع شراب والله. اي داي شرف داي شرف هز لي واحد من التياتر باش نكبروا مش شونتور راي. شوف انت فاهم عبس حاسد وكنت تبكي وتقول لي شوف لي ما عايش خويا يحكي معاه بوجه ربي راح يقطع لي الخبزه بالليل. يحكي معاه بوجه ربي الكيب تكنيك نتاعي اوكي. عندك شونتور وكاهو عندك 60 وجه خويا اسمعني هذيك اموري 60 وجه ولا 80 باش حاش تحشك تخدم ولا لا؟ ما نخدمش معاك تو وانا عرفتك شنو اعطيه كونترا ولا كونترا يسيني الكونترا انه ما يخدمش معاك غير ما دير شغل غير ما دير شغل اخويا غير احترم نفسك ما دير لي شغل باش نحكي معاك ما دير لي شغل باش نحكي معاك اوكي ما تهدرش معايا بيدك هكذا سبحان الله العظيم ابوي لو كان يدير لي هكذا نهاوشو ابوي اللي جابني ما تهدرش معايا بارك الله يسيري الكونترا ما يخدمش معايا اوكي باش يجعل شكون انت شكون انت نخدم معاك شكون انت مريا مرات سلك الشرف فيه كما عيطي صاحبي ما نجيش انا ما نعرفكش قلت له ما يجيبكش حاجتك باش تخدم ما تخدمش سيني كونترا انك ما تخدمش وتفضل انا جيت خمس دقائق دوك انا اللي نخدم فيه بالله والله اصلا اعطيه الكونترا انه ما يخدمش اعطيه الكونترا يسيني الكونترا انه ما يخدمش معايا انت يا جيت انا نقطع الخبزه ديالك اختي ما تهضرش معايا الله بقى الله بقى عليك صراحه ارمي روحك ندير معاك فيه انت سبتك انت لو ما قلتش ندير سامحيني ايدي سنة سامحيني يا ايدي كيفاش تخلص لي مصواري تاعك جيت ندير معاك لا 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 يا راعي ما تربيني زوك صحاي حاجتك تخدم ولا لا؟ ما تهضرش معايا اخويا ما تهضرش معايا اخويا ما تهضرش معايا اخويا زرع ولا خويا قول لي تخدم ولا لا؟ ما تهضرش معايا انا جيت عند ادم اي اخويا عندي هنا في البلاطو عندي ورقه انك جيت وما خدمتش وكا هاو بلاطو والله سنيوة والله الله يسهل عليك خويا الغالي حاجتك تخدم ما تخدمش تفضل سيني الكونترا تاعك وتفضل تفضل اخويا شو الخدام تاعك ينحيلي بيه ما يسالش اخويا الغالي اسمعني اسمعني حاجتك تخدم معايا ما حاجتكش تخدم معايا ما نخدمش معايا طلقني والله اعطيه الكونترا تاعو سينيا وتفضل مش نحكي معاك اوكي ما تحطش يدك عليا ما دير نحط يدي عليه اعطيه الكونترا تاعو اعطيه الكونترا انه ما يخدمش يلا
يلا نتي نشد عمر ايش نحكي معاك انت نتي نشد خير النص اعطيه الورقه نتاعو تفضل اقرا الكونترا بالك ما تخدمش معايا وتفضل الكونترا تاعك تجيب لي الكونترا انا جيب لي تقول لي كونترا يا في البلاطو نتاعي تحترم الكونترا نتاعي ما نعرفكش ده ما تهضرش معايا بس تعرفني ما تهضرش معايا ذريع ولا تفضل اقراها وتفضل يا ربي في الورقه تاعك ما تنرفينيش دوك صحيه احترم الورقه نتاعي اوكي يا روح احترم الورقه تاعي احترمني انا مش وقت تعيط انا ان شاء الله ما عادش عندي وقت يلا نزلت برك اكبر هذيك اموري نحكي كيما نحب اوكي تفضل الورقه نتاعك تقراها من حقك وكهو اوه ما عنديش حق بك ما نعرفك ما عادش باش تعرفني اقرا الكونترا نتاعك وتفضل يا سيدي والله نقطع حلو في وجهي يا اخي وش عليك قراها جاي يقلق فيا يلا عادل يلا ما عادش عندي وقت بالليل يلا عندي سيكونس ما تديرليش هكذا الله يحفظك الله يبقى عليك سر اي ما تديرليش هكذا اقرا نتاعو وخلينا نروحو يلا جيب يا خويا نصبرنا نروح بالضبط حكمونا الله غالب عفوا شباب الله يبارك يعطيهم الصحة واحنا كما قلنا في كل حلقة حكمناكم نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله مع انفيتي جديد ضيف واعر بزاف سبيسيال غدوة غنسي برونشي وحكمناكم